الدورة التاسعة لمسرح بيكسار ويكسار المسرح على دعوتنا ويشرفنا أن نشارك في هذه الدورة بعملنا الجديد في فرقة دراماتكوم. يمنى الجلالي في دور الجلالي الفنان رياح بابا. يمنى والجيادي في دور يمنى الممثلة القادمة بكل قوة إلى الخشبة الفنانة فاطمة الزهراء ديوان. هذين الممثلين نتاج لإدارة التمثيل التي يشرف عليها الفنان عبد الله هلال. في تقنيات الخشبة الشاب محمد مفكر. ولأول مرة ومن مدينة العرائش ونحتضنه بكل قوة في تقنيات الخشبة الشاب بلال بخاري. مسرحية يمنى والجبلي السينوغرافيا والملابس من تصميم الفنان مصطفى علوي. أنا دائما كنكون سعيدة وكنكون أكثر رهبة وأنا فوق هذا الخشب أكثر من أي مسرح آخر في المغرب، لأن العلاقة اللي كتربطني بهذا الجمهور علاقة ديال سنوات 9 سنوات وأنا كنلعب في مهرجان ليكسار بنفس الحب وبنفس التقدير وبنفس الجدية وبنفس المحبة لكم كاملين، ومحبة زائدة أكثر لإطار منشئ على المهرجان المتمثل في مجموعة من الأشخاص اللي غادي نشوف ترى في مجموعة من الأسماء على رأسهم مراد جوهاري. باش نحمل هذا الميكرو ونهضر لانني ما كنقدرش الخطابات الكثيره، ضعيفه جدا في مستوى الخطابات، ولكن يمكن نكون قويه في حبي لهاد الناس هادو بزاف. انا حاجه اللي كنتمنى هو ان هذا المهرجان كل سنه كيخلق لنا متنفس ثقافي ومسرحي باش كتشوفوهم وكتشوفونا وكتطلعوا على الانتاجات الثقافيه والمسرحيه ديال شبان المغاربه سواء خريجين او غير خريجين. كاين اعمال بمستوى كبير من الابداع اللي جمعيه فيكسا كتكلف شخصيا وكتاخذ على عاتقها انها تجيب هذه الفرق باش تشارك باش تختصر اللحظات السعيده والثقافيه والمسرحيه معكم، مع انكم ما عارفينش الكواليس الحقيقيه ديال التعب وديال الشقاء اللي كيتكبدوا. المعزه خاصه قلبي انا بعدا بالضبط وسمحوا لي بزاف لان ما كنتش في المستوى ديالي صح وخايف منكم بزاف.
وكنت باغي نعطي شي حاجه اللي هي تكون قويه ان شاء الله وسبري بزاف مره اخرى وشكرا بزاف عليكم. الاخ بادي الرياحي على هامش عرض مسرحيه حبه رمل لفرقه بناصه بمسرح المقصيري اللي غادي يقدم لنا يعني كيفاش كان يعني هذا العرض هذا بالنسبه له، بالاخص انه يعني شارك في بالامس يعني في عرض يعني اخر، يعني كيفاش كيشوف كيفاش كانت المشاركه ديالو اليوم؟ شكرا كما علمتوا انني شاركت في عمل للاخوه ديدان وخصوص المؤلف والمخرج خالد ديدان في مسرحيه يمنى والجلالي، واليوم شاركت فقط مختار بناصه المسرح في مسرحيه حبه رمل، وهذا لا يزيدني الا قوه وبالخصوص